فروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى حالة واحدة فقال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.